مع انتهاء شهر رمضان ومعه المسلسلات التي شاركت في السباق الرمضاني، بدأ النقاد وعامة الناس تقييم الأعمال الدرامية التي شاهدوها. في هذا الموسم عرضت مسلسلات خليجية كثيرة، من بينها مارغريت، مطر الصيف، الناموس، بيت الذل، ممنوع التجول وغيرها من الأعمال الدرامية. فكيف قيمها الصحفي السعودي أحمد العياد؟ في حديث إلى قناة CNN بالعربية، قال العياد إن موسم 2021 كان أقل صخباً من سابقه، لكن هذا لا يعني أن موسم 2020 كان أكثر عمقاً من الناحية الدرامية والفنية. فبالنسبة له، أعمال الموسمين كانت بمستوى واحد. يظن العياد أن دور الممثل السعودي نصر القصبي في مسلسل ممنوع التجول قد يشير إلى بداية خفوته وتساؤل الناس عن تراجع مستواه، رغم استعانته بعدد من مخرجي السينما الشباب مثل هناء العمير وعز الشلاحي. المشكلة بحسب الصحفي هي أن القصبي ما زال يدور حول الحلقات الكوميدية نفسها منذ مسلسل طاش مطاش، مع أن السعوديين يرغبون اليوم بالتجديد. كما يعتقد العياد أن القصبي وعبدالله السبحان في حال عادا للعمل معا قد لا يحققان نجاحا كبيرا، لأنهما يعتمدان على جمهورهما القديم ولا يتوجهان إلى الجيل الجديد من الشباب الذي لا يملك نفس توجهات الأكبر سنا. يستثني العياد عملين وهما أوريم وسوشيال ميديا، المؤلف من 8 حلقات فقط وعرض على منصة القبس. يعيد العياد سبب نجاح هذين العملين إلى التخلص من الحشو وإطالة المسلسل إلى 30 حلقة، واحترام عقل المشاهد والابتعاد عن التهريج. وبعيداً من الكوميديا، يرى العياد أن مسلسلي سماء عالية ونبض مؤقت عالجا قضايا مختلفة عما كانت تقوم به الدراما الخليجية المعتادة كالغيرة والزواج. ومما ينتقده العياد في الدراما الخليجية هو الإكثار من المكياج على وجوه الفنانات الخليجيات، حتى في الحالات التي يفضل أن تظهر فيها الممثلة من دون مساحيق تجميل.